استنى. بينزف اهو. ده بينزف ملوخيه. توسع كده، دي مش ملوخيه، دي سبانخ ما فيهاش كزبره. يا جماعه احنا لازم نوقف النزيف ده. استنوا اجيب الجاكيت بتاعي. بقول لك ايه يا سيد، الاريال ده لو طلع بجد هنرد على البرد ونبيعه. لا لو طلع كائن فضائي يبقى روح، يبقى لازم نعالجه يا فخر. هنعالجه فين بقى؟ شيء خطير رائع مدهش. بص بص بص، لا فكره عبقريه يا سيد، برافو. عشان تعرفي بس ان جوزك بيفكر، مش مهزق زي ما بتقولي. انا بتريق، انت جايبنا تاني عند الدكتور الاهبل ده؟ بس يا ريتاش ما يصحش، مش قدامه هو اهبل فعلا، بس ما قدامناش خير. ممكن توطوا صوتكم شويه وتخلونا نشوف الصرصار ده هيقول ايه. اتفضل يا عم الصرصار، قول لنا ده ايه. انتوا لقيتوه فين ده؟ الواحد شاف كائنات فضائيه كتير وقليل، ما شافش النوع النادر ده من ايام اي تي الله يمسيه بالخير. ده كائن فضائي شاب ذكر، سنه يتراوح ما بين 25 سنه ل 95 سنه ضوئيه، من فصيله القشريات. قشريات يعني بيتقشر زي البرتقال؟ برتقال ايه اللي يتقشر؟ قشريات. قشريات دي زي زي زي, زي الشرمبز. شرمبز؟ ايه شرمبز ده؟ اللي هو الجمبرز. الجمبري بقى شرمبز؟ هو ده الدكتور اللي هيعالجه؟ بشويش يا ريتاج لما نشوف هيقول ايه. ولو دققتي سعادتك في جلده، القشرة الخارجية هتلاقيها مهترئة للغاية وتميل الى اللون البامبا، ده دليل على انه كان في موسم التزاوج. حمادة حمادة، ده الجاكيت بتاعي. والله؟ يعني ده مش جلده؟ لا هو الجاكيت بتاعها فعلا، احنا كنا ملبسينه له لان هو كان بينزف ملوخية بكميات رهيبة يا دكتور. سبانخ يا سيد، كان بينزف سبانخ، انا دقتها. لا ملوخية، الكائنات الفضائية دمها ملوخية. غريبة، مع اني ما شمتش ريحة الطشة يعني. علشان ذكر، الذكور دمهم ملوخية أرديحي، أما الإناث دمها ملوخية بالأنارب. طب طمنا يا دكتور بقى، هو الأريال ده هيعيش؟ لأن احنا حاطين عليه أمال كبيرة جدا. لا لا هيعيش، هو بس مغمى عليه شوية نتيجة الصدمة اللي تعرض لها، لأن الصدمة كانت فيري سترونج. يعني هيفوق إمتى يعني يا باشمهندس؟ يعني قولي ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، قولي سنة من دلوقتي. سنة؟ ولا فوقه لنا دلوقتي حالا بدل ما اديك في شنبك، وشوف لنا الجتة دي هتتباع بكام. لا تسوى ألوف مؤلفة، ملايين مملينة، مليارات مملينة، بلايين ببلينة. طب اخلص ببلالينك دي وشوف لنا هتشتريه بكام. بس انت لو تصبر عليا شوية ادخله بنك واخد عليه قرض يبقى كتر الف خيرك. قرض ايه يا ابني؟ انت هتشتري فيسبا؟ اخلص معاك كام دلوقتي وتاخده؟ انا معايا 200 جنيه بس، طالب ديليفري ب 120 جنيه. يعني هيتبقى 80 جنيه. 80 جنيه ما يجيش ثمن الملوخيه اللي في جسمه. من عماله من الصبح بقول لكم ده شحات. ما شاء الله نمشي. لا 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 ارجوكي احترمي ذاتك، انا دكتور محترم لو سمحتي. صراصيره انت هبقه ولا ايه؟ شوف لنا حد محترم كده مش مهزق زيك يشيل الجتة دي ويشتريها ويخلصنا منها. لا ده انت لو نزلت السوق ياخدوه منك على طول، لانه شاحح في السوق ومش اوانه. انت لو طلعت على اي وكالة فضائية يلقطوه منك في ساعتها. وكالة فضائية؟